نقلت جريدة الشروق الجزائرية عن مسؤول رفيع في الدولة لم تذكره بالاسم أن للجزائر ثلاثة شروط لفتح الحدود مع المغرب وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية المغربي الذي قال إنه لا يعلم سبب إبقاء السلطات الجزائرية الحدود مغلقة منذ 19 عاما وتضمن الشرط الأول ما وصفه المسؤول الجزائري بحملة التشويه الإعلامي حيال الجزائر الى جانب التعاون الفعال لوقف ما يراه المسؤول الجزائري هجوما ضخما على البلد باستعمال المخدرات وكذلك اعتراف المغرب بموقف الجزائر من قضيه الصحراء الغربيه والتوقف عما يراه المسؤول الجزائري سعيا الى تغيير قواعد الاتفاق الذي توصل اليه البلدان من جهه اخرى قال رئيس مجلس النواب الجزائري العربي ولد خليفه ان بلاده ليست طرفا في النزاع حول الصحراء الغربيه ولا توجد لديها اي مطالب ترابيه فيها مضيفا انه من غير المقبول ان يطلب او ان يطلب من الجزائر ان تتنازل عن المبدا الاممي الخاص بتقرير الشعوب مصيرها على حد تعبيره واكد رئيس المجلس الوطني الشعبي خلال افتتاح اعمال ملتقى دولي حول حق الشعوب في تقرير المصير عقد بالعاصمه الجزائريه شدد على ضروره توثيق اواصر الاخوه والتقارب مع الشعب المغربي الا انه الح على ضروره تقرير مصير الصحراويين دون ان تنتظر منهم الجزائر جزاء على حد قوله ينضم الينا من واشنطن السيد يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيه والتعاون المغربي. سيدي كيف يمكن ان يكون رد فعل المغرب او ما هو رد فعل المغرب على الشروط الجزائريه الثلاثه؟ اولا نحن دائما راهنا على بناء اتحاد مغاربي. وسبق لجلاله الملك محمد السادس ان طلب من جميع القادة المغاربيين انشاء نظام مغاربي جديد يعني يكون مبنيا على الاحترام المتبادل وعلى ضرورة وإرادة سياسية قوية لبناء المغرب العربي الجزائر كذلك دولة مهمة في المنطقة يجب على كل حال أن نبني معها شراكة قوية قوامها الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة اليوم بناء مغرب عربي بخمسة دول أصبح ضروري ضرورة أساسية بالنسبة للمستقبل أنا لا أريد أن أعلق على الموقف الذي جاءت به الجزائر أنا أقول أن الآن لدينا الآليات في اطار اتفاقيه اتحاد المغرب العربي بمراكش اليه يجب تفعيلها من اجل خلق فرص للتنميه الاقتصاديه لجميع الدول المغاربيه لمواجهه كل تحديات الأمنية التي تهدد المنطقه يجب علينا ان نبني مستقبلا طيب في الوقت سيدي, سيدي الوزير سيدي الوزير المنتدب في الوقت الذي يتحدث الطرف الجزائري عن وقائع محدده بعينها مثل وقف حملات التشويه ضد الجزائر مثل عدم استخدام المخدرات او التعاون الفعال لوقف ما يراه المسؤول الجزائري هجوما ضخما على الجزائر باستخدام المخدرات مثل اعتراف المغرب بموقف الجزائر من قضيه الصحراء هذه وقائع محدده نود أن نسمع ردا عليها محددا لا حديث عن آليات حديث عام عن آليات للحوار بين الجانبين لا لا فيما يخص هذا الموضوع مخدرات غير صحيح الآن المغرب له سياسة مكافحة من يعني الهجرة السرية والمخدرات ليس لنا أن نأخذ أي دروس من أي أحد المغرب ملتزم المهم هو اراده سياسيه لخلق جو مناسب لبناء فضاء مغاربي هذه هي الاولويه اما فيما يخص قضيه الصحراء فالمجلس الامس كان واضحا اولا اكد وشجع بكل ارتياح المجهودات التي يبذلها المغرب من اجل الحل السياسي طلب من جميع الدول بما فيهم الجزائر ان تلتزم بالحوار السياسي والمفاوضات كذلك اكد المجلس الامن على ان الوضع في مالي هو في الحقيقه تحدي يجب ان نواجهه كلنا كمغاربه وكذلك طلب من الجزائر وهذا مجلس الامن ان تساهم وان تتعاون مع مع المفوضيه العامه للاجئين لاحصاء اللاجئين الموجودين بتندوف هذا قرار نحن شجلنا نشجله نشجل بكل ارتياح وسنبقى دائما نعمل لتقويه هذه المفاوضات هذا المسار السياسي داخل الامم المتحده شكراً سنبقى دائما بـ بـ باراده سياسيه قويه لخلق جو جديد مع الجزائر لبناء اتحاد المغرب العربي شكرا جزيلا للسيد يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيه والتعاون المغربي كان معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك مدينة مليليا المحتلة قبلة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء لا يفصلهم عنها سوى هذا السياج الأمني المحادي لمدينة الناظور محاولات متكررة لاجتياز هذا الحاجز آخرها كان أمس عندما حاول حوالي سبعين مهاجرا اقتحامه الحظ لم يحالف الجميع وفي كل محاولة يصاب عدد منهم <applause> لقد كان الأمر صعبا للغاية مشينا على الاقدام مسافه طويله ووصلنا الى السياج متعبين جدا البعض حمل امتعته الى هناك الامر صعب وشاق لذلك لم يحالفنا الحظ اما هذه الارمله فتقول انها جاءت الى المغرب هربا من جحيم الحرب في بلدها لكنها لم تتمكن من العبور الى مليليا المحتله لانها مرافقه باطفالها الاربعه وتعيش اليوم ايامها بغابات غوروغو لا أستطيع تسلق السياج مع أطفالي، لدي أربعة أطفال صغار، ابنة البكر لا يتجاوز عمرها ست سنوات، أما الآخرون فيتراوح سنهم ما بين خمس وأربع وسنتين اثنتين. [Speaker B فاش كيشوفوا الأمر كيتهربوا منه، دابا الحل الوحيد اللي عندهم هو يتهجموا، الهجوم 100 واحد يزقوا 20 30 داخلين. هذا هو الحل اللي كان باش يدخلوا ما يمكنش عندهم الصعوبة والصعوبات تكمن في إيجاد حل لمشكل الهجرة غير النظامية فمحاولات التسلل عبر هذا السياج العالي ستظل أحد خيارات هؤلاء المهاجرين للعبور إلى أوروبا لكنهم لا يعلمون أين ومتى ستنتهي بهم طريق المعاناة إلى بر مليليا أم إلى بحر يبتلع قوارب